اتحاد الكورة في خبر عن الحكم كان اتضرب في احدى مباريات الدرجة الثانية ولا الثالثة، والكلام ده بقاله اسبوع، يعني الحكم ده القصة دي بقالها تقريبا اسبوع اهو بعد الاعتداء المبرح على الحكم. يلا كورة يكشف توصيات منطقة القاهرة في واقعة دوري 2003. ماشي، قول ومكتوب جوه الكابتن محمد حشيش هو المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، هو ترأس اللجنة اللي بتحقق القصة دي. الواقعة دي حاصلة بقالها دلوقتي كتير، دخلنا أكتر من أسبوع والحكم اتضرب ضرب يعني ما يصحش ولا يليق وشكله يعني سيء جدا. هل هذه الواقعة، أنا بقول لاتحاد الكورة اللي هيمشي بكرة والنهاردة، اللي قالك الموظفين بيكرموا الناس اللي بتدير الاتحاد، مجلس إدارة الاتحاد اللي هما كانوا اتنين، المهندس أحمد مجاهد والسيد الشواربي، حسام عوض كان مشي واستقال بقاله شهرين ثلاثة، فقال لك قال ايه معرفش الصور دي موجودة ولا لا، برضو لو موجودة نشوفها. عملوا لهم الموظفين، عملوا النهاردة تكريم، نطلعوا لنا الصور كده نشوفها، عملوا تكريم اهي، بصوا الموظفين بتاعة الاتحاد تجمعت طبعا بالأمر اهي علشان خاطر تكرم الاثنين، طبعا ده كان في القاعة بتاعت الاتحاد، وتقول لهم شكرا. انا كمان ما كانش يفرق معايا الموظف يقول شكرا، لان الموظف هيقول شكرا لو تقال لهم تدي له مرتبه او بتدي له مكافآت العيد ومكافآت رمضان ومكافآت عيد الميلاد ومكافآت راس السنة ومكافآت السنة الهجرية ومكافآت دخول المدارس، فده الموظف في الاخر اكل عيشه، فالشكر مش عايزين يجي من الموظفين. أنا كان نفس الشكر يجي من الرأي العام، من الوسط الرياضي، من الهيئات المعنية بالكرة المصرية، من الأندية اللي بتشارك في الدوريات، في الدوري المصري وفي كاس مصر، وفي من الناس المعنية بالقصة دي كلها. الشكر المفترض يجي من الناس دي، ما يجيش من الموظفين. إنما ماشي، الواقعة بتاعت الحكم أرجع لها بقى تاني. ألم تكن تستدعي للردع إن خلال 24 ساعة كانت تنتهي التحقيقات ويتاخد حكم شديد للناس اللي قامت بالاعتداء؟ لسه لغايه دلوقتي الناس في الاعلام بتتكهن وتكشف التقرير اللي بتجهزه منطقه القاهره عشان ترفعه للقسم الثاني المسابقات في اتحاد الكوره عشان ياخد القرار، ويرفعه لجنه الانضباط عشان تاخد القرار، تكون اللي مات مات واللي عاش عاش، ويكون الحكم الدهول في كل حته من جيرانه وقرايبه ومعارفه. بعدين الحكم لما بتضرب بالشكل ده بيديك ايمج سيء عن الحكم، يعني اي حد النهارده عايز يبقى حكم لما يشوف حكم مضروب ويشوف حكم بواقع زي دي، هل ممكن النهارده تقول انا عايز ابقى حكم؟ كان لازم اتحاد الكرة ياخد اجراء رابع، عشان كده بقول لكم التكريم بس من الموظفين، لكن الناس الراي العام كله اللي خاص بيه كره القدم المصريه مش راضي اصلا عن الاداء اللي تم خلال السنه الاخيره اللي كلها حواديت وقصص. والمصيبه الاكبر ان السنه دي هي المتممه، اللي فاتت دي اللي كانت متممه للقرن الاول من عمر اتحاد الكرة المصري. يعني تخيلوا في عهد الناس دي واكب، ما دي من حظنا برضو العسر، واكب مرور 100 سنة على اتحاد الكرة المصري. تخيلوا جه الاتحاد ومشي الاتحاد ومشيت السنة كلها ولا حد حس بحاجة ولا حد حس بمحتاجة ولا في دماغ حد أصلا القصص دي. هرجع بقى للانتخابات السرية بتاعت اتحاد الكرة، انتخابات زي الانتخابات السرية. بصوا بقى نازل خبر عن استحياء ان بكرة الانتخابات بتاعت اتحاد الكرة، هوريكم دلوقتي الخبر نزل. عارفين فكرة المطار السري؟ يقول لك ايه، انت العمارة اللي هي بعد المطار السري على طول. طب سر ازاي؟ ما معروف ان ده مطار، بقى سر ازاي يعني؟ فبيجي حد يوصف لحد عنوان يقول كده بعد المطار السري على طول. طب قول بعد المطار على طول، انما كلمة سري يعني ما تعرفش ان هو مطار، فدي من نوادر المصريين يعني. فمن نوادر برضو اتحاد الكورة ان الانتخابات السرية هتتعمل بكرة والناس مش حاسة بحاجة، لا مرشح طلع يتكلم في اعلام، ولا مرشح طلع قال هيعمل ايه، ولا في برنامج اتحط في اي حته، ولا حد عارف القصه دي ايه، ولا الناس دي هتعمل ايه، ولا مستقبل الكره المصريه رؤيتهم ليها ايه، ولا حاجه خالص نهائي. علشان كده بقول لكم اهي، اتحاد الكره يضع ترتيبات الجمعيه العموميه واجراء الانتخابات غدا. لا يا شيخ فعلا، يعني بجد بكره انتخابات اتحاد الكره؟ والله العظيم انا ما كنت اعرف، لو حد فيكم يعرف يبعت لنا. انا عايز بعد كده يا جماعه اعمل فقره
بجد والله للناس يبعتوا لنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك او مداخلات تليفونيه عشان الناس تشارك معانا في الحاجات اللي زي دي، عشان الناس تحس بنبض الشارع. المسؤولين دول اللي بيديروا كل واحد فاكر نفسه الفريكيكو، يبقى عارف نبض الناس والراي العام شايفهم ازاي، يمكن يفوق، يمكن يبقى يعني يرتدع. يعني سنه كامله في عمر الاتحاد ده مرت مفيش حاجه خالص، كلها مشاكل. حد يقول لي حسنة، يعني حد يقول لي لو جيت أتكلم عن المسابقات حواديت، لو جيت أتكلم عن المنتخبات حواديت، لو جيت أتكلم عن النتائج حواديت، لو جيت أتكلم على العلاقات مع الأندية حواديت، لو جيت أتكلم حتى على العلاقات مع المؤسسات الخارجية حواديت. الأهلي اهو مش لاقي حد ينجده في تعارض المواعيد ما بين كأس العالم للأندية وبين كأس الأمم مع منتخب مصر. حد يقول لي حتى الحكام بتتضرب، حتى الفار كان بايظ لغايه ما جت الرابطه تمسك، حتى النقل التلفزيوني كان بعافيه لغايه ما جت الرابطه تمسك، حتى الجمهور ما كانش بيحضر لغايه برضو ما جت الرابطه تمسك، مش كده؟ فالحقيقه دي حاجات الواحد لما بيفكر فيها ويسمع عنها بيندهش كده. انما دايما عندنا امل في بكره. الاتحاد الجاي رغم انه عامل زي المطار السري محدش يعرف عنه حاجه، لكن عارفين ان ده المطار السري، لكن محدش يعرف جوه في ايه. فاحنا زي البطيخه، احنا ورزقنا بقى بطيخه. بكره في اتحاد الكوره هتعمل انتخاباتها ان شاء الله الصبح علشان خاطر تعلن القائمه التي ستدير هذا الاتحاد. هنتابع هذا التقرير عن انتخابات اتحاد الكوره ونرجع تاني نلتقي.